لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا ومسعر قيس وقيس طارقا، عشان الإسناد معنعن. سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وكلهم يثبت السماع وكما يثبت اللقاء الأولى. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر، واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا عبد الله ابن صباح قال حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم. بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الله بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت لما كانت الفتن سببها ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، كان سبب النجاة الاعتصام بالكتاب والسنة. وقضية مناهج الاستدلال ومصادر التشريع وأنواع الأدلة لا بد وأن تكون علامة مميزة على المنهج، ولذا كان منهج أهل السنة الاعتصام بالكتاب
والسنة، والسنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو صفة خلقية. وليس المقصود بها النافلة كما اصطلح المتأخرون على ذلك حتى شاع في الناس وجهلوا المعنى الأصلي. وأما الإجماع فهو لا شك مصدر أساسي، ولكنه لا يخرج عن الكتاب والسنة ولا يكون مستقلا عنهما، فليس لأهل العلم أن يجمعوا على أمر من عند أنفسهم، إنما لا بد أن يكون إجماعهم مردودا إلى الكتاب والسنة، إما نصا من الكتاب والسنة وإما قياسا على هذين الأصلين. القياس قد يكون مجمعا عليه وقد يكون مختلفا فيه، فيأخذ لذلك يأخذ درجة إما إفادة القطع فيما أجمع عليه من الأقيسة، مثل قياس أنواع الحبوب على القمح والشعير في وجوب الزكاة أو في حرمة الربا، وكذا الإجماع على زكاة عروض التجارة، ولا يعتد بخلاف الظاهرية في مثل هذه المسائل. وهناك قياس راجح للنظر في العلل المنصوص عليها أو المشار إليها أو المستنبطة بوضوح وقوة، فهذه هي التي يصح فيها القياس ويفيد الظن الراجح الذي يبنى عليه العمل. وأما القياس الضعيف الذي يذكر فيه مجرد شبه دون نظر إلى العلل والمؤثرة التي دل الكتاب والسنة على اعتبارها ومجموع الشريعة، فلا يلتفت إليه. ولذا كان هناك أنواعا في القياس، وكذا الإجماع في الحقيقة، فإن الإجماع يتضمن إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا من يخالفه يكون كافرا، كما رأينا بعض الزنادقة في زماننا يصلي بطريقة من عند نفسه، ركعة واحدة في الصباح وركعة في المساء، ويصلي ركعة واحدة وسجدة واحدة في الركعة، ولا ندري لماذا بدأ بالركوع، مع أن الواو لا تفيد الترتيب. إذا كان يقول أبني على الإيه؟ على القرآن، اركعوا واسجدوا، ويدعو من أدعية القرآن دون أن يقرأ الفاتحة ودون أن يسبح ودون يعني أن يكبر، وإنما يفعل هذا، وأنكر الصلوات الخمس، ولا شك أن هذا كافر نوعا وعينا، لا يحتمل الجهل ولا يقبل التأويل، لأن هذا التأويل لا بد وأن يكون غير مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. فأما تأويل يخالف المعلومة من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس حتى ولو لم تكن في القرآن، ولكنها من السنة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة، فمن خالفها كان كافرا. وكذا من يصحح عبادة غير الله، هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فهذا الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. وهناك إجماع قطعي غير معلوم من الدين بالضرورة، إنما يعلمه العلماء، كعدم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكأن الجد ترث السدس، هذا الإجماع
دلت عليه أحاديث وآحاد تلقتها الأمة بالقبول، فرفع الإجماع درجة دلالة الأحاديث إلى درجة القطع، ولذا يبدع ويضلل من خلفها. وهناك إجماع ظني نقله آحاد العلماء، وإن لم يعرف من خالفهم، لكن إجماعات ينقلها الآحاد من أهل العلم، وهم من المشهورين بمعرفة مذاهب علماء الأمصار. وهذا الإجماع الظني كالحديث الصحيح الذي يجب العمل به لمن بلغه، ولا يجوز مخالفته، ولا يجوز لأحد أن يترك القول به إلا بأن يأتي للمخالف، ولا يحتج للآثار التي تفهم على غير وجهها من قول الإمام أحمد مثلا من ادعى الإجماع فقد كذب، ولعل هذا سيأتي إن شاء الله. الغرض المقصود هنا أن مصادر التشريع المجمع عليها هذه الأربعة، يعود اثنان منها أيضا إلى الكتاب والسنة. الأمة والسنة في الحقيقة هي تفسير وتبيين للكتاب، كما سمعتم حديث عمر رضي الله عنه: هذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هدى الله به رسوله. هداية الله عز وجل للمسلمين بهذا الكتاب أعظم هداية، والرسول صلى الله عليه وسلم سنته في الحقيقة بيان للقرآن في مجموعها. ولسنا نعني أنه لابد أن يكون هناك لفظ مجمل في القرآن وتأتي السنة لبيانه، بل يكفي أن الرسول قاله وثبت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما أتاكم فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. وفي الحقيقة احتج الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بعموم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أي نص في السنة داخل تحت عموم هذه الآية وتحت عموم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله وسائر العمومات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله عز وجل، فدخلت السنة فيها كلها. ولا يلزم نص مجمل كأقيم الصلاة يحتاج إلى تبيين بالصلوات الخمس وكيفيتها، أو الحج ولله على الناس حج البيت، ويحتاج إلى تبيين في الوقت والمكان والأفعال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. نقول لا يلزم ذلك، بل ربما لا يكون هناك نص إلا النصوص العامة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كتحريم الحمار الأهلي وتحريم كل ذي ناب من السباع ولقطة المعاهد، فإن هذا ليس في القرآن وكثير من السنة في ذلك، لكنها في الحقيقة عند من يتأملها يجدها قياسا صحيحا على القرآن أو من دلالة القرآن، كما في تحريم المرأة على عمتها وخالتها، فهو مأخوذ من تحريم الزواج بأخت المرأة، الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، فمثله عند من يتأمل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
وأخواتكم من الرضاعة، دخل فيها عماتكم من الرضاعة، خالتكم من الرضاعة، أبناء أخواتكم من الرضاعة، وعن القرآن أبناء إخوانكم من الرضاعة، وإن لم يكن هذا إيه؟ منصوصا عليه. وكما قال عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. رغم أنه غير منصوص على الوفاة، فإن الوفاة بالإجماع كذلك مما يبيح للمرأة أن تتزوج بزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، وده من القياس المجمع عليه حتى عند الظاهرية، وده حج عليهم في كثير من الأشياء، في كثير من الأمور. الغرض المقصود أن مرد الأمور إلى القرآن، ولذلك يجب الاهتمام ببيان القرآن ومعرفة كيف فهمه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بعد معرفة السنة في بيانه، فإن ذلك هو البيان الحق، لا أن يصبح القرآن في كما هو عند الكثيرين منذ أزمنة طويلة مجرد حروف تتلى وقراءات تعتبر وحفظ يحفظ، ويجنب تماما الاستدلال به في العقائد والأعمال والسلوك والأخلاق وأمور السياسة ويعني واجبات الأمة مجتمعة. أما في الأول فتركوه إلى علم الكلام، وأما الثاني فتركوه إلى التقليد سواء في العبادة أو المعاملة، وأما الثالث فتركوه إلى مقامات الصوفية التي اخترعوها من غير مستند من الكتاب والسنة، تتضمن حقا وباطلا. عامة هذه الألفاظ المجملة التي لم يرد بيانها في الكتاب والسنة تحتمل حقا وباطلا، كالفناء مثلا يحتمل حقا مثل أن تفنى إرادتك عن إرادة ما يعني ما سوى ما يريده الله سبحانه وتعالى وسوى ما شرع الله، يعني تقتل هواك في ذلك وتخالفه فتفنى عن إرادة سوى ما يحبه الله، ويتضمن معنى باطلا وهو ما يزعمون من أن هناك يعني حالة من عدم الشعور بالكلية بالنفس ولا بالفعل ولا بالبشر ولا بالعالم، بل لا يشهد إلا الله كما زعم، مع أن هذه حالة تطرأ لحظات وإلا لما عاش، ما هو لو مش حاسس بنفسك هتاكل ليه؟ هتشرب ليه؟ هتخش الحمام ليه؟ ما انت حسيت برغبة عايز تخش الحمام، وإلا فلو انت يعني على الشعور المستمر لا تستخمر معه الحياة، وده مش مطلوب أصلا، لأن انت أفضل حالات الإنسان هو في الإيه؟ في الصلاة، مش كده؟ وانت في الصلاة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف غبت كما تزعمون بمعبودك عن عبادتك، بمعروفك عن معرفتك، بمشهودك عن شهودك، بمذكورك عن ذكرك، لأن انت ما تشهز بنفسك ولا حاسس بفعلك ولا بالبشر ولا بحد، بزعمها أن هذا الفناء هو الأمر المشروع. عشان كده بنقول أصبح هذا الأمر فضلا بقى عنه متضمن لمعنى كفري، وهو الفناء عن وجود من سوى الله اللي هم بيقولوا عليه وحدة الوجود، واللي بيقول لك أن ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه، مش أنت اللي بتعبد ربنا. لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، أعوذ بالله من الكفر. الغرض أن الناس تركت الكتاب وصارت بدل ما تتكلم وتجتهد في تحقيق المقامات التي ذكرها الله في كتابه، لو تنزلنا نسميها مقامات أعمال القلوب: الحب، الخوف، الرجاء، التوكل،
الصبر، الإخلاص، الإخبات، الافتقار إلى الله. احنا عندنا عبادات الشكر، الصبر، لا دول عندهم ان هذه مقامات العامة التي هي نقص، وربما سبوا بعض هذه المقامات فقالوا الرجاء رعونة ونحو ذلك بقى من الأنواع. يسيبوا المقامات الواجبة والعبادات القلبية الواجبة ويمتلئون بأمراض القلوب في تزكية أنفسهم بأنهم أعلى من العامة، والعياذ بالله. هذه المصيبة العظمى في باب التهذيب. وبعدين بدأت بعد كده ولا في زهد ولا في حاجة، دول الناس بقوا عايشين في القصور ولا في خرقة بتاعت زمان. يقعدوا دلوقتي يتكلموا دلوقتي هو يجوز الخرقة ولا ما يجوزش الخرقة، وهو لابس أفخر الثياب بس ساعة البتاعة البيع على الطريقة يروح جاي ملبسه الايه؟ الخرقة البتاعة المقطعة، واخد بالك؟ وهي دي بقى أصبحت علامة بقى لها بتاع أكتر من 1000 سنة وألبسه الخرقة. يا سلام، وهو قاعد لابس أفخر الثياب ويركب أفخم السيارات ويسكن في قصور، وبعدين يقول لك ايه؟ احنا صوفية. صوفية ايه يا راجل انت؟ انت حتى ولا حصلت حاجة. وبعدين يعرف يجيب ايه؟ يجيب المقامات اللي هم بيتكلموا عليها من الجمع والفرق والرحو والصحو والفناء والبقاء والجمع والفرق والاستلام والدهش والسكر والهيمان. هو فين الحاجات دي يا جماعة؟ العشق والعشق طبعا عندنا الحب المهم. وأما في باب السياسة فصارت السياسات التي يفعلها يعني الحكام من غير رجوع ان ده امر مما يحل مما لا يحل، لا مش لن يعني ينفع مع الناس ذلك. يعني ما ينفعش تقول لي بينه، لا ده لو قل له كما من اول ايام عمر بن عبد العزيز والرجل يقول له ايه احد ولاته لو اخذنا الناس بالبينه والسنه لضاع الامر. ولا بد من انواع من السياسه. سياسه يعني ايه؟ يعني يحبس واحد، يعني يضرب واحد ويعذبه لغايه ما ايه؟ ما يجيب اللي هو عايزه، يا اما يفرض على الناس اموال، واخد بالك؟ بغير مستند من الشريعه. فقال له عمر بن عبد العزيز: بل خذ الناس بالكتاب بالسنه والبينه، بالبينه والسنه، فان من لم يستصلح السنه فلا اصلحه الله. ولذلك انت عمر عايز حكم سنتين اتنين بس، سنتين فقط، وفضل لغايه النهارده سيرته ايه؟ في عند المسلمين جميعا. فرجع الامر الى الكتاب والسنه معه كذلك. فالاهتمام بتعلم الكتاب مش بمجرد اقامه حروف الكتاب. ولذا قال ابن مسعود في الفتن التي يعني يهرم فيها يشيب لها عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، وإذا تركت قيل تركت السنة، قال: إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين. إيه يا ابني ده؟ بايظ. طب تخدوني ليه طيب؟ راجع التوقيت الاولاني. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يحذر من هذا الزمن البعيد من ان يكثر القراء ويقل الفقهاء الذين هم العلماء، مش الفقهاء برضو اللي هم المقلدة. وإلا فالتقليد بإجماع العلماء كما نقله ابن عبد البر ليس بعلم. يعني كتاب جامع العلم وفضله واحد مذهبي اهو اللي هو أبو عمر بن عبد البر مالكي، ولكن ينقل أن التقليد ليس بعلم بالإجماع. يعني مش احنا اللي نقلناه ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، لأن الناس بقت متعصبة ضد من يطلب التعلم بالدليل ويرى ذلك زللا وخطأ
وهذا بلا شك ان في فرق بين التعلم، حتى تعلم المذهب بالدليل، لان ائمه اهل العلم ائمه الفقهاء ما تركوا الا الادله. الامام مالك ترك ايه؟ الموطأ. الامام احمد ترك ايه؟ المسند. الامام الشافعي ترك مسند الشافعي، من كان اقل بلا شك من توسع الامام احمد، لكن ترك لنا كتاب الام فيه كل الاستنباطات بالادله، وكتاب الرساله كل الاستنباطات بالادله، وكذلك الامام ابو حنيفه، كلهم اجمعوا على النصوص وتعلم النصوص كتابا وسنه. فلذلك نقول تعلم الكتاب معناه التفقه فيه ومعرفه دلالاته، ادله القران، ومعرفه حجج القران ومواعظ القران، لكي ينتفع الانسان بذلك. واول ذلك الفهم والتفسير، فالتفسير يحتاج، فالتدبر يحتاج الى التفسير، والاستدلال يحتاج الى التفسير حتى يستدل الاستدلال الصحيح. هذا الباب من اهم الابواب. في كل زمان، وفي زماننا على الاخص، حيث انتشرت البدع في المشارق والمغارب، وعمت وترك الاعتصام بالكتاب والسنه، ولم يعد هناك اهتمام بالكتاب كما ذكرنا الا اتمام حفظ الحروف واقامتها، يقيم احدهم حروفه كما يعني يقام السهم، ولا يفقه شيئا من معانيه. وايضا في الحديث اصبحت مجرد مجالس تلاوة الكتب بأسانيد يعني لا يعتمد عليها بلا شك، وإنما يتفاخر بها الطلاب بأن عندي إسنادا للكتب مثلا الستة، خدها وهو قاعد بينام في المسجد، والشيخ عمال يقرأ، وتلميذه التاني عمال يقرأ طول النهار لغاية ما يخلصوا الإيه؟ الكتاب، ويديله إجازة في آخر اليوم. وانتم سمعتم، انا على فكره انا معايا اجازه من 29 رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام، بس انا على فكره ما اعرفهمش ولا حد يعرفهم، ولا يعني مثلا من بعد تقريب التهذيب عندنا تقريب التقريب، وبعد كده يعني عدد قليل جدا من العلماء اللي تكلموا في الرجال، بعد كده يعني بتاع 600 سنه على الاقل او 700 سنه ما عندناش ايه ترجمة للرجال دول. هتقول لي الشيخ اللي انت واخد منه الاجازة ده هستفيد بها ايه؟ اجيبها لكم عشان تاخدوها انتوا كمان تفرحوا. لا طبعا مش هو ده، ليس هذا هو العلم عباد الله. الاسناد هو ده اللي انا بقراه لكم، هو ده اللي كان خمس ست افراد لغاية النبي عليه الصلاة والسلام، او اربعة او ثلاثة احيانا، ماشي كده، هم دول اللي معروفين ويقام عليهم يعني على يعني معرفة الإسناد ثبوت السنة، وليس إن الناس تقعد بقى تذكر قلت لكم 29 رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أصحاب الكتب ممكن يكونوا كام؟ يكونوا 25 أو 26، أنا لا أعرف أحدا منهم. أصبح الكتاب يعني الاهتمام بالسنة هو مجرد هذا الذي ذكرته، إلا قلة قليلة. بعض الناس باهتمامه بيكون ان هو بيقرا الاحاديث على الناس، وبرده من غير شرح وفهم، لان احنا الناس النهارده صارت العجمه اغلب عليهم يعني، وبالتالي اللغه العربيه بالنسبه لهم احيانا بتبقى ايه؟ صعبه، فمحتاج تبقى مشروحه. والعلماء كفونا ذم من ياخذ من الصحف، ذم من ياخذ من الصحف، ده كان زمان لان ما كانش في كتب مشروحه. يعني انت شوف تلاقي كتاب مثلا السنه لابن ابي عاصم وكتاب اللالكائي، هتلاقوا عباره عن ايه؟ عباره عن ترجمه واسانيد، واما هتفهم ازاي وتعرف منين؟ محتاج ايه؟ شرح. ما كانش مكتوب شرح زمان،
فالآن ما فيش كتاب سنة إلا وهو إيه؟ قد شرح وكتب، وبالتالي فأنت لابد أن تهتم بذلك. ولذلك الحمد لله يسر الله لنا يعني الاهتمام بكتب السنة معرفة وشرحا. معلش يا شيخنا أنا آسف المقاطعة، بس الموضوع بتاع 600 سنة احنا مش عارفين ده هيوهم بتقليل موضوع الإسناد شوية، نرجو الإيضاح. طيب ماشي، بيقول 600 سنة ما نعرفهمش لأن ما لهمش تراجم، لأن الناس استغنت في الحقيقة بتواتر هذه الكتب. يعني أنا كتاب البخاري ده أنا محتاج في أي حرف من حروفه أو كلمة من كلماته حتى المختلف فيها والروايات المختلفة إلى الإسناد. الإسناد بتاع مين؟ من أنا للبخاري؟ أنا العلماء خلاص الموضوع ده تواتر، الصحيحين متواترين في من أندونيسيا لأمريكا، مش عايز أقول لك للمغرب والأندلس. فكل الناس بتعتمد دلوقتي على ما تواتر، ومتواترة تواتر مقطوع به لا شك في ذلك. فيش واحد يقول لي ده البخاري في إسرائيليات، ومين دخلها إسرائيلياتي على اصطلاح الإسرائيليات اللي انتوا بتقولوها يعني، لأن الإسرائيليات معناها ان اليهود جم وحد دخلوا في الأحاديث، مش الإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل. ما أخبار بني إسرائيل احنا عارفينها، لو قال كعب كذا أو روى عن كعب الأحبار، ما هو ده من الإسرائيليات اللي هي مش حيروا حاجة إلا شيء مقبول في الشريعة. الغرض إن إيه، الأسانيد النهاردة في الكتب دي قد استغني عنها بتواتر الكتب، أقوى أضعاف مضاعفة من إسناد فيه مجاهيل، فاللي تواتر خلاص. فعشان كده أما الإسناد هنا اللي نهتم بيه اللي هو الإسناد الكتب المسندة اللي موجود فيها، اللي هو الحميدي وسفيان ومسعر وقيس بن مسلم وطارق بن شهاب وهؤلاء. أما من بعد 100 فحتى يعني أنت هتلاقي للبيهقي إسناد طويل طبعا يعني، ومع ذلك كانوا بيذكروا لغاية يعني زمن البيهقي وقبله الحاكم، لأن البيهقي بيروي يعني الحاكم يعني 100 اللي هي أواخر 105 هنلاقي لهم أسانيد. وبعد ذلك اعتمد الناس على الكتب المكتوبة، والله أعلى وأعلم. فالإسناد أهميته في أصحاب الكتب المصنفة منهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا النهاردة هلاقي مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب واسع، مصنف ابن أبي شيبة، الأسانيد بتاعت عبد الرزاق وابن أبي شيبة هي المهمة بالنسبة لنا علشان تبحث عشان يعرف صحة الحديث من ضعفه، وليس الكتاب نفسه. الكتاب نفسه أيضا متواتر، وإن كان أقل بكتير من تواتر البخاري وإيه ومسلم. يعني عبد الرزاق هيعتمد على نسخ مخطوطة، زي ما ابن جرير مثلا كتابه يعني تفسير القرآن معتمد على نسخ مخطوطة متعددة موجودة في أماكن مختلفة من العالم. هنجد في النهاية أن ده تفسير ابن جرير، وهتلاقي بعض الحاجات المخطوطة والمطبوعة فيها بعض الأشياء الغريبة هتحتاج إلى ضبط، بس في النهاية الكتب دي هتلاقيها هي. الحمد لله هديكم الاصلاح، عندك كده النص الحواله. فلذلك هيبقى الاسناد ما زال له اهميه بالكتب التي عرف رجالها في كتب الحديث، في كتب تراجم الرواه. احنا المسائل اللي ورد فيها نصوص وبعد كده اجمع عليها، الاجماع له فايده. بيسأل ويقول المسائل التي ورد فيها نصوص يبقى احنا مش محتاجين اجماع فيها. طب هقول لحضرتك عشان اهمية الاجماع، انا قلتها وسط الكلام، قلت ان الاجماع نقل دلالة النص الى القطع بدلا من الظن الراجح. هقول يعني مثال، ورد في القرآن قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
وورد قوله: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى عندنا واحد جه قال وأقيموا الصلاة أمر استحباب، كويس كده؟ اللي عايز يصلي ده مستحب، زي ما فاكتبوه أمر إيه؟ استحباب. هنقول له إيه؟ أنت كافر. هنقول للي قال الصلاة مستحبة لصلاة الخمس، هنقول له أنت كافر. الإجماع المتواتر الذي علم من الدين بالضرورة نقل ما هو ظاهره الوجوب. هو الأمر ظاهره الوجوب ولا نص في الوجوب؟ ظاهره الوجوب، وإلا فما كانش ينفع أن حد من العلماء يقول فاكتبوه مستحب كأمر إرشاد، مش كده؟ لأنه محتمل. ولا كان في حد ينفع يقول اعملوا ما شئتم يدل على الإباحة، دول كفرة طبعا برضه، اللي بيقولوا الناس ان اعملوا ما شئتم يدل على الإباحة كافر، لكن ده امر للتهديد. ما انت لو قلت كده معناه اعملوا ما شئتم زي ما بيحتج بها من يقولون بمساواة الأديان وحرية الردة وحرية الشذوذ وحرية الحرية الجنسية، ان ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يحتج بها على إباحة ذلك وان ده حق للناس، يبقى دول مش مسلمين طبعا. يعني ادي من السياسة الضالة اللي ممكن توصل للكفر فعليا وقع فيها البعض، عشان مش راجعين في امور السياسة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولما كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام. دول عشان يحصلوا على مكسب سياسي ولا موقف سياسي من الكفار يقوموا يقولوا الكفر البواح. رجعنا تاني، فقلنا اذا الامر ظاهره الوجوب، ايه اللي بيخليك قطعي في الدلالة على وجوب الصلوات الخمس؟ الاجماع. ولذلك الاجماع ده حاجة غاية في الاهمية. يعني لذلك الاجماع عونكم الله مسائل كثيرة جدا ذات يعني دلالة لو من جهة اللغة فقط تحتمل. والإجماع رفع الدلالات المختلفة إلى القدر المجمع عليه. قال ابن حجر رحمه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا. قال الكرماني: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة. عامة المفسرين من السلف على أن كتاب الله هو المقصود واعتصموا بحبل الله، هو حبل الله المتين. ولكن لأن السنة من عند الله وهي بيان لكتاب الله، فلذلك كانت السنة داخلة في هذا الباب. والجامع كونهما على سبيل الاستعارة، اللي هي عشان الناس شبهها بالإيه؟ بالحبل يعني. هذا النوع من المجاز متفق عليه، يعني هسميه مجاز لأن في قرائن قطعية في السياق تدل على ذلك، إن ما فيش حبل في الدنيا اسمه إيه؟ هذا حبل الله، الحبل المعروف يعني. والمقام ليس مما يكلم الله الناس فيه بالحبل الذي من الخيوط ونحو ذلك، عشان كده المجاز ده متفق عليه. اللي بيقول ما فيش مجاز بيقول دي القرائن دي أدت إلى أن ما حدش يفهم إلا ذلك. قال: والجمع كونهما سببا للمقصود، الجمع بين الحبل وبين الكتاب والسنة عشان يبين الاستعارة. يعني الناس دوخت نفسها في التعريفات ده وبيان اللزوم الايه الكلمات يعني او قواعد البلاغة اللي حطوها عشان اقعد ابينها وضيع وقتي في الكلام ده.
يقول: والجامع كونهما سببا للمقصود، وهو الثواب والنجاة من العقاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. تمام. ما هم بفعله إما أنه تركه لأمر علمناه، وإما لأمر لا نعلمه. فإذا كان لأمر علمناه كان ذلك تبعا لما علمنا، فلا يكون ذلك دالا على الجواز، كتحريق البيوت على من ترك صلاة الجماعة، لأن فيها من أصحاب الأضرار، رغم أن الإسناد فيه اللي هو لولا ما في البيوت من النساء والذرية حديث ضعيف، لكن يعضده القياس وقواعد الشريعة، فيكون معنى صحيحا لا نزاع فيه. هل يجوز لأحد الآن أن لحاكم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة؟ لا يجوز ذلك، لأننا علمنا لماذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، هو يستفاد بهمه بالعقوبة، يبقى هم مستحقين للعقوبة لولا أنه سيعاقب بها من لا يستحق أن يعاقب، يبقى دليل يستدل به على الوجوب، وجوب صلاة الجماعة. حتى البيوت خالية من بني آدم كعقاب مالي؟ لا، والحقيقة أن نادرا جدا في المجتمع من يعني توجد بيوت خالية غيرهم هم. قال: والصح أن هنقول أو خلق أو صفة خلقية أو خلقية، لأن العلماء الحديث أدخلوا في كتب السنة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأيضا صفاته لإيه؟ الخلقية، يعني كان أشجع الناس، يعتبر ذلك من السنة ولا لا؟ من السنة، وحديث تروى ونحو ذلك، ودي صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. التروك هي من السنة باعتبار ما كان فيه الترك، يعني ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، وذلك الأكثر ما يذكرش التروك، لكن الترك في مقام العبادة والعقيدة لا شك أنه حجة. وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادات ينقسم إلى ما علم سببه وما لم يعلم سببه، لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإذا علم السبب فبناء على معرفة سبب الترك، وأما ما لم يعلم سببه فالأصل في ذلك استحباب ترك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. والترك ينقسم إلى ترك عدمي وكف. ترك عدمي يعني ما خطرش على باله أو ما كانش موجود في زمنه، وهذا مستحيل في العقيدة في باب الإيمان، لأنه يستحيل أن يكون في أمر من أمور الإيمان كان واجبا علينا، والإيمان كله واجب علينا في أصوله الكبرى، ولم يبينه لنا عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون ما خطرش على باله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو طالما أنه كذلك فلا شك أن هذا من الباطل. وكذلك التعبدات، يعني صلاة سادسة واجبة، يعني مش النوافل، لم يبينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحج مرتين في السنة، الحج إلى غير الكعبة والمشاهد والمناسك في يوم واحد، عشان كده ده احنا ممكن يصل الأمر إلى تكفير من قال ذلك، يعني الحج إلى المقطم، لو واحد أصر على الحج إلى المقطم حقيقة هذا القول كفر. ها؟ لا، الأشد منه الحج إلى قبور
مثلا الخميصرة يوم عرفة إلى جبل الخميصرة مثلا. لولا الجهل لكان هذا صريحا بالكفر. الغرض ان التروك هي ايضا فيما كان الترك فيه مشروعا يدل على مشروعية الترك ويدل على حرمة الفعل في امور الايمان وامور العبادة. واما امور المعاملات فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين تفاصيل القواعد فيها وأنواعا يعرف بها غيرها. وأما تفاصيل ذلك فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه لنا تفصيلا. إن أنواع البيوع مثلا هنقول مثلا بيع الآلات التصوير مثلا أو الكاميرات أو السيارات هنقول ايه وردت فيها ايه دي، هنقول ما فيش نص فيها، ولكن هي تقاس على النصوص التي وردت في ذلك بلا نزاع بين اهل العلم. وبالتالي وامور بقى الامور الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه فيها كثير منه لم يعلم سببه، او علم انه لم يكن مولودا في عهده عليه الصلاة والسلام، فتصور فيه الترك المجرد ليس الكف، الترك الغير مقصود. لذلك عشان التفصيل ده يحتاج الى ايه، الى بيان. اعمل لكم ايه بقى دلوقتي، اللي سرحان ما يسال ما يقطعش، عشان انا سرحتها. يعني ما هم بفعله ثم تركه، زي ترك المنديل، ترك المنديل، لا ده مش هو، ده هم بأن يعطيهم ثمار المدينة، ثلثي ثمار المدينة. لماذا؟ هم قالوا له شيء تصنعه من شيء من الوحي أم تصنعه لنا، فقال شيء أصنعه لكم. ده علم إيه سببه. لأن حيده إلى قابل يدخل في ذلك، هم بفعله يدخل في ذلك، صحيح، بس علم سببه أنه لم يعش للتاسع صلى الله عليه وسلم، يدخل في ما هم بفعله كذلك. طيب لما يأتي الكلام إن شاء الله نذكر تفصيله. قال: والسنة في أصل اللغة الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب. من لا شك أن هذا التعريف اللي هو ما يرادف المستحب أدى إلى أن جاهلت الأجيال المتأخرة وجوب اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بزعم أن كثيرا من الأمور ده من السنة يبقى من النافلة. قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيانه بعد باب. ثم ذكر فيه خمسة أحاديث نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.